هذه المساعدات الاجتماعية المقدمة هبة من هيئة الشيخ أياه الخيرية بمناسبة شهر رمضان المبارك، كميات من المواد الغذائية لصالح 1000 أسرة في مقاطعة روسو، والتكفل بإفطار طلاب 10 محاضر قرآنية مع دفع مصاريف مقراتها وتعويضات المدرسين، إضافة إلى تقديم دعم مالي لحوالي 50 تعاونية نسوية. تواصل جمعية الشيخ أياه الخيرية أعمالها وفق تعليمات رئيسها السيد الشيخ طالب بويول للشيخ اياه ونائب الرئيس الشيخ العزة بنت الشيخ اياه لتطلق اليوم في مقاطعة روسو بمناسبة إطلالة شهر رمضان المبارك جملة من أعمال الخير تتمثل فيما يلي: افتتاح 10 محاضر قرآنية تتكفل بمصاريف مراكزها من إيجار ودفع رواتب لشيوخها، كما تقدم 1000 سلة غذائية لصالح 1000 أسرة من 5 مواد أساسية. وفي إطار الدعم الاجتماعي للتعاونيات فقد تم دعم 50 تعاونية، 10 تعاونيات زراعية ببطاخات مائية، تعاونيات ب10 قشرات للأرز، تعاونيات ب3 حوانيت، تعاونيات للخياطة بمعدل مليون و200 ألف أوقية قديمة، 8 تعاونيات بدعم مادي مباشر وصلت تكلفتها 3,400,000 أوقية قديمة، تعاونيات بمبلغ 1,000,000 أوقية قديمة. تسليم هذه المساعدة جرى في حفل حضرته السلطات الإدارية والمنتخبون المحليون في المقاطعة وعمدة بلدية روسو الذي ثمن باسم المستفيدين هذه المساعدة. احنا اليوم في بلدية روسو مسرورين جدا بهذا الحدث الهام والحدث المتكرر، واللي اليوم تميز بحضور السلطات الأمنية والإدارية والمحلية، واللي راجين من الله تبارك وتعالى أن ينالوا منه المقيمين عليه ذاك اللي دوروا منه في الدنيا وفي الآخرة، ونأكد لأنه عمل جبار ومحصول فيه، وشاكرين الهيئة وشاكرين المقيمين عليها على العمل اللي أبرز وبين أهمية العمل الخيري خاصة قبالة هذا الشهر المبارك. صونا لكرامة المواطنين وتقديرا لطلاب المحاضر، قررت اللجنة المشرفة على العملية تحمل أعباء نقل هذه المساعدات وإيصالها مباشرة إلى المستفيدين في بيوتهم. مختار بابو الأحمد، قناة الموريتانية، مدينة روسو.